هو الست على نابولي. الميلان في مأمن الحين. ترجع الكرة لباتو، يمشي باتو، يراوغ باتو، يجيب الثالث 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 الثالث، يستناه يستناه باش يحلوا الثغرة الثغرة، والثالث هو جا هو جا هو جا 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 عن طريق الباتو على ساندر البرازيلي. 3-0 لفريق الميلان في انهيار غريب من نابولي وفي ليلة وشوط الإبداع من فريق الميلانو. الهدف الثالث من أليساندر باتو، 11 هدف في الموسم في 17 ماتش. مش ممكن هذا يغادر ميلان، مش ممكن ما يلعبش يا أليجري. أليساندر باتو يبدع في الشوط الثاني، يكون طرف في كل الكرات، يساهم في كل الأهداف، وبهدف ثالث هو الأروع، يمنح الميلان النقاط الثلاث. بالثلاث هي نقاط ثلاث لصدارة، وقسم بالثلاث. شوف المرتدة، ما فيش دفاع، وين روح الفريق، وين انضباط فريق. باتو يستنى إبرا يخرج له، حلوا الثغرة بذكاء، فيكسر حارس وحطها له، جابها له، ناولها له في الشباك. 3 من ميلان، 0 من بارتينو باي. هدف عالمي من باتو، هدف برازيلي من باتو. 3-0 أليجري غمزة باللي